عمران بن محمد بن قريع المري اللي يتابعه ايضا انتصر بالمركز الثاني بينما شاهين لهجن الرياسه 9 دقائق 10 ثواني 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن الرياسه وتهانينا لسالم بن سعيد بن عمان المهيري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا وتحدياتنا في تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم، حيث منافسات وتحديات مهرجان ولي عهد دبي ينطلق بحفظ من الله وتوفيق شوطنا 11 والذي يحمل تحديات الافكار مباشرة الى المركز الاول والى الصدارة لاجد المقدمة. هنا على المركز الاول ميسورة ميسورة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، ياتي سعيد بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطر ياتي على المركز الاول، بينما العين تاتي بالمركز الثاني بشعار سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل هيان والتضمير مع المضمر عوض بن مبارك بن سعيد المهيري. انتقل الى المركز الثالث بينما المركز الثالث فهناك الطاقية القادمة بشعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل حيان عامر بن محمد بو عقر المزروعياتي بالتضمير على المركز الثالث، بينما هملولة تاتي بالمركز الرابع من هجن الرياسة والتضمير مع علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الخامس وصلت الشاهنية وتحركت بشعار هجن الرياسة والتضمير مع المضمر محمد بن عتيق بن زيد المهيري. يتقدم هذا البطل المميز هنا في عالم التضمير. انتقل الى المركز السادس، من وصل من تحرك هنا النويعس من هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع المري بدأ يقرع الابواب لينطلق في هذه المعركة الجميلة من معارك هذه السباق والتحدي الكبير. انتقل الى هملولة بالمركز السابع من هجن الرئاسة والتضمير مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثامن فهذه الشاهنية من هجن الرياسة التضمير مع سالم بن سعيد بن عمان المهيري، بينما انتقل الى المركز التاسع واجد الشاهنية هناك مع هنا هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالية. انتقل الى عاشر المراكز واجد الشاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيرية. هنا الأداء الكبير، هنا المنافسة العملاقة، هنا الأبطال، هنا الشعارات التي اجتمعت في تحفة ميادين السباقات في ميدان المرموم كأول لقاء لها في هذه الانطلاقة وهذا الموسم. تجتمع الشعارات، يجتمعون المضمرين هنا بانطلاقة هذا الأشواط، لكني بعود الى المركز الاول الى ميسورة اللي روحت بالصوت والصورة. تتقدم بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المحلة، ويا تسعيد بن عبد الله بن حميد بالشر الخاص
الخاطري يتقدم 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 ويتحرك، والعين بشعارها العيناوي ايضا تاتي، لكن من الجانب الاخر تتحرك هنا تتحرك النويعس من هجن الشحانية. فاران بن محمد بن قريع يتقدم على المستوى الاول مبدع يتقدم باداء كبير. انتقل الى العين بالمركز الثالث بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان عوض بن مبارك المهيري يقدم لنا العين. انتقل الى المركز الرابع اجد هملولة دشت معاهن واسمها هملولة بشعار هجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي يتقدم يتحرك يبحث يسير يطير يتميز على المركز الثاني. انتقل وصل شعار الرياسة مع الشاهنية محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بن عتيق يتقدم. هذا بن زيتون هذا للابداع وهذا للمتاع وهذا رجل يقدم لنا شعار هجن الرياسة بأحلى حلة يتقدم على المركز الثاني. وصلوا الكبار وصلوا العمالقة وصلوا النجوم. الشعار العناوي يتقدم مع العين وشعار الرياسة مع الشاهنية وهملولة والدعم غادم بشعار النويعس يسلم وشعار هجنة التراث أيضا غادم بشعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. وصل ايضا وصلت ميسوره بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المحله وتحرك شعار هجن الشحانيه مع جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا هداده. انهدت هداده على المركز الخامس لكني بعود الى الرياسه الى المركز الاول الى الرياسه والمجازف مع الشاهنية. الكيلو الاخير طير يلي تبطير هنا مع الابداع الاخير مع الابداع المثير. هنا وصل العمالقة بن زيتون يقدم الشاهنية بشعارها الاحمر. المركز الثاني النويعس من هجن الشاحانية يقدمها فاران بن محمد بن قريع. ثالثا الشاهنية من هجن الرياسة سالم بن سعيد بن عمان المهيري. وصل بن عمان في أرضية الميدان في هذا المهرجان ليقدموا شعار الرياسة بن عمان وبن زيتون الرياسة. لكن بن عمان يطير بكل حب بكل اشتياق بكل امان. بن عمان ماذا انت فاعل؟ ابدعت في اول ظهور يقدم لنا هذه الطيور الطائرة من شوارد الرياسة. بن زيتون قادم ولكن بن عمان مع الرياسة وهجنها. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية لسالم بن سعيد بن عمان المهيري على هذا الفوز. المركز الثاني الشاهنية من هجن الرياسة، ثالثا نويعس من هجن الشحانية، رابعا الشاهنية من هجن الرياسة، وخامسا هنا كان الشاهنية من هجن العاصفة. يا سلام، شوط ناري حمل الإثارة والمتعة والإبداع، ولكن الشاهنية هي البطلة، هي المتميزة، هي المتألقة والمتميز. يتميز سالم بن سعيد بن عمان المهيري طار بهذا الأداء الكبير. هنا التوقيت زمن 9 دقائق ايضا 5 ثواني.
هنا 9 دقائق 6 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية لسالم بن سعيد بن عمان المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بنفس التوقيت والأداء الكبير. 9 دقائق 6 ثواني 4 أجزاء من الثانية. كان الدخول مميز والأداء كبير هنا مع شعار هجن الرياسة. المركز الثالث 9 دقائق 8 ثواني وجزء واحدة من الثانية. تهانينا والناموس أيضا مع أداء النويعس من أتت بالمركز أيضا الثالث من هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي من انطلاقات الإثارة وانطلاقة شوطنا 12 في مجموعة الأشواط وشوطنا 12 والخاص بانطلاقة وتحديات هنا الإبكار. إذا من هجن أصحاب السمو والشوق نصير معكم هنا بتحديات، نتابع الصدارة نتابع المقدمة والمركز الأول مقصصة.